صراحة جد سعداء بالإنجاز الكبير اللي حقه المنتخب المغربي للفوتسال، وما يزيدنا اعتزازا هو أنه معظم اللاعبين والمدرب والطاقم التقني هم من مدينة القنيطرة، لذلك كان هذا الاحتفال الكبير والارتباط الكبير لمدينة القنيطرة بالفوتسال، بحيث نعرف أن عدد كبير من الفرق القنيطرية فهي تمارس في البطولتين سواء القسم في البطولة المغربية سواء القسم الأول أو القسم الثاني. اليوم حضور كبير لجميع القنيطريين والقنيطريات، كبار صغار شباب من مختلف فئات المجتمع من مختلف الأحياء داخل مدينة القنيطرة، جاءوا ليقولوا وليوصلوا رسالة أن وزارة السعادة هي مقرها بالقنيطرة، وأننا جددنا الولاية مع وزير السعادة اللي هو هشام الدقيق اللي تنشكره على هاد الإنجازات الكبيرة اللي حقق لنا. وبالفعل المغرب محتاج للفرح، محتاج أنه يفرح مع المنتخب، وهادشي تحقق لنا المنتخب ديال الفوتسال. وكذلك القنيطرة المدينة المهمشة رياضيا وفي مختلف الميادين تحتاج فرحة. اليوم منتخب الفوتسال يفرح مدينة القنيطرة، ونؤكد أنه القنيطرة معقل الفوتسال الوطني والإفريقي والعربي، وسنظل كذلك وسنعمل على تنمية الرياضة داخل مدينة القنيطرة، ونتمنى جاهدين أن تزدهر الرياضة وأن يعود فريق النادي القنيطري لأمجاده السابقة. وشكرا.